ببارك اكيد لكل نجوم اللي نادي الاهلي الحقيقه. كمان قبل ما اكتم بقى معايا حمزه علي اللي يمكن دوره مهم جدا الحقيقه، لعيب صغير لكن فكر كبير، علاقته رائعه باللعيبه، جمهور النادي الاهلي بيحبه، بطوله جديده وبطوله مهمه، وكان واضح التركيز حمزه من واحنا في جنوب افريقيا ان احنا هنرجع بثلاث نقاط ان احنا نتخطى في بطوله افريقيه ونرجع بالسوبر. حابب تقول ايه على الفرحه الكبيره وحصول النادي الاهلي على السوبر افريقيا؟ طبعا في الاول الحمد لله على نعمه النادي الاهلي، يعني انا يمكن دي اول بطوله يعني اخشها كحارس، يعني كحارس من الحراس، واكون يعني اول بطوله تتحسب لي باذن الله. وطبعا ما اقدرش اقول حاجه غير الحمد لله، وفي بصراحه لعيبه يعني معنى كلمه رجاله، معنى كلمه تضحيه، ومعنى انك تكون بعيد عن بيتك واهلك لمده الفتره دي كلها، وتبقى اساسا بعيد عشان عندك مهمتين صعبين جدا، الصعود لنص نهائي افريقيا والتتويج بالسوبر الافريقي اللي يعني بقى لنا 7 سنين ما خدناهوش. ودي طبعا حاجه تتحسب طبعا لكل اللعيبه اللي هنا، وتتحسب لكل الناس، اي حد طبعا في النادي الاهلي تتحسب له، اللي موجود واللي مش موجود. وانا بالاخص اشكر مصطفى شوبير، عشان مصطفى شوبير هو يعني انا وهو متربيين مع بعض من صغرنا، وهو عي جاله لما يجي هنا، ف يعني ما حصل يعني ما لوش نصيب ان هو يجي السفريه دي، بس طبعا مبروك ليه ومبروك للناس كلها، والحمد لله على نعمه النادي الاهلي بصراحه، ما اقدرش يعني الحمد لله. الله يبارك فيك يا حبيبي.